حسين يا حسين يا حسين. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافطرفت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظماء. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وحموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الضر، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكي ولا منازع له في أمري. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقي ولا شبيه له في عظمتي. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة عطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوحاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما
وغناك عنه قديم. وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خدعي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من عجابتك، فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مذلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم عر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتغضب إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك. إنك جواد كريم، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك العصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمي، والحمد لله على عفوه بعد قدرتي، والحمد لله على طول عناته في غضبي. وهو قادر على ما يريد، الحمد لله خالق الخلق وباسط الرزق ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعضا فلا يرى وقربا فشيذ النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يؤاذله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعادده، قهر بعزة العزة وتواضع لعظمة العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وعنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موحبة حنيئة قد عطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني،
وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يحتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويحلق ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستسرخين موضي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف العرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبأ في غمراتها الحمد لله الذي حدانا لحذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأظهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وسل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسل على سبطي الرحمة وإمامي الحدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وسل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعضل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين
وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل حداي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته لا أبدله من بعد خوفي أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم عزه وعزز بي وانصره وانتصر بي وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيا بشيء من الحق مخافة أحد من الخالق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأحلى، وتذل بها النفاق وأهلا، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتغنا، وكثر به قلتنا، وعز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به أم مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيذ به وجوحنا، وفك به أسرنا، وعنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سعلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واضحب به غيظ قلوبنا، واحذنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله، وإنا على ذلك بفتح منك تعجل، وضر تكشف، ونصر تعز،
وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكعس من معين من عين سلسبيل الفسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جحنم فلا تخلنا، وفي عذابك وحوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وصل على، اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في العمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسي في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تسرمان، وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني،
وأحصى لعددي من الخلق أجمعين. فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصل على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخل للجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمنى علي بالأمن يوم الخوف من كل حول أعددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياله ولق قبلي تبية أو ذنب تعاذبني بي أو خطيئة تريد أن تقتسى من لم تغفر الحي تغفرها لي سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذه الشهر فأزدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة.